واحد يضمن لك النبي أن يذهب الله عنك الكرب، بل إن النبي تعهد أنه من دعا بهذا الدعاء سيذهب الله عنه الكرب. الكرب هو الضيق، هو ضيق العيش، ضيق الحال، الحزن، القلق، الاكتئاب، يتضمن كل الاضطرابات النفسية. كلمة الكرب تتضمن كل الاضطرابات النفسية: قلة الرزق، الاكتئاب، الخوف، الخوف من المستقبل، الحزن، كل هذه الاضطرابات تتضمنها كلمة واحدة هي الكرب. دعاء واحد يفك الله كربك، والنبي تعهد بذلك. دعوني أولا أقرأ عليكم هذا الحديث العظيم أيها الأحبة، ثم نتأمل هذه المعاني العظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: دعوة ذنون، أي سيدنا يونس عليه السلام، التي دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لم يدع مسلم بها في كربة إلا استجاب الله له. هذا الحديث رواه الحاكم وهو صحيح الإسناد. سبحان الله، دعاء سيدنا ذنون وهو في بطن الحوت، ما هو هذا الدعاء أيها الأحبة؟ اذهبوا إلى سورة الأنبياء. سيدنا ذنون كان في ظلمات البحر عندما رمي في البحر في ظلام الليل، ونزل في أعماق البحر في ظلمات البحر، فالتقمه الحوت. طبعا قد يعجب إنسان كيف لحوت أن يلتهم إنسان ويبقى على قيد الحياة. هناك نوع من الحيتان أيها الأحبة يسمى الحوت الأزرق، وزن هذا الحوت 150,000 كيلوغرام، 150,000 كيلوغرام وأكثر. طب كم وزن الإنسان؟ 70 أو 80 كيلو أو 100 كيلوغرام. فبالنسبة للحوت 150,000 كيلو، 100 كيلو لقمة يتناولها وتدخل إلى بطنه بسهولة، لأن قلب الحوت الأزرق أكبر من حجم الإنسان، قلبه فقط. فتصور كم حجم المعدة والفم وفتحة الفم وكذا. يعني هذا الأمر من الناحية العلمية والمنطقية صحيح، يمكن لحوت أن يلتقم إنسان ثم يلفظه، هذا الأمر صحيح علميا. ولكن ما الذي حدث مع سيدنا يونس؟ سيدنا يونس عليه السلام عندما وقع في هذه الكربة التي لا يستطيع أحد أن ينجيه منها، ماذا قال؟ لنذهب إلى سورة الأنبياء: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ما معنى أن لن نقدر عليه؟ أي لن نختبره، لن نضيق عليه، هذا هو المعنى. وليس كما يظن البعض لن نقدر عليه أي لا نستطيع أن نقدر عليه، أو لا نستطيع أن نمسك به، أو هو خارج إرادة الله. لا أخي الحبيب، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، أعطاه الرزق يقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانا. إذن ظن سيدنا ذنون أن الله لن يضيق عليه، لن يختبره، لن يبتليه، هذا هو المعنى. فعندما دخل في بطن الحوت وفي هذه الظلمات دعا بكلمات قليلة جدا، أقل من سطر، كلمات قليلة جدا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. 9 كلمات فقط: لا إله إلا أنت سبحانك، هذه 5: إني كنت من الظالمين. هذا الدعاء أيها الأحبة فيه شفرة، فيه معلومات مخزنة في داخله نحن لا نعلمها ولا نفقهها، ولكن نتائجه معروفة،
أنه ينجيك من الكرب. هذا الدعاء فيه طاقة خفية، يتألف من 9 كلمات، 4 و4 و1 في النص. دققوا معي أيها الأحبة. لا إله إلا أنت، اعتراف بوحدانية الله، وأنه لا إله إلا الله، وأنه لا يوجد إله يستطيع أن ينقذني من هذه الكربة إلا هو سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت، 4. وكلمة في الوسط سبحانك، تنزيه وتعظيم. حاشا لله أن يدعى فلا يستجيب. أنزه الله، الله تعالى، سبحان الله. يعني سبحان الله يعني الله قادر أن يستجيب دعائي. من يستجيب إذا الله لم يستجب؟ ثم 4 كلمات اعتراف بأنني ظلمت نفسي، بأنني قصرت في حق الله، بأنني كنت من الظالمين. إني كنت من الظالمين، 4. إذن لا إله إلا أنت، وهنا سبحانك كلمة فريدة في الوسط، إني كنت من الظالمين. انظروا إلى هذه المنظومة الرقمية الرائعة أيها الأحبة. دعاء متوازن يصف حالته، يعترف أولا بوحدانية الله وأنه هو الإله القادر أن يرفع هذا الضر، ثم ينزه الله بكلمة واحدة سبحانك تكفي. سبحانك فيها معاني كثيرة، معنى العلو والتنزيه، التنزيه عن كل شيء، عن النقائص، عن الولد، عن الضعف. أنا أدعو إلها قويا سبحانه وتعالى. إني كنت من الظالمين، اعتراف بضعفي وظلمي لنفسي وقلة حيلتي. طيب، هذا الدعاء أيها الأحبة فيه طاقة خفية نحن لا نعلمها، ولكن هذه الطاقة أنجت سيدنا يونس من بطن الحوت. والنبي تعهد أنه ما من مسلم وهو الصادق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ما من مسلم يقول هذه الكلمات أو هذا الدعاء الذي دعا به سيدنا يونس عليه السلام إلا استجاب الله له ونجاه من الكرب والغم. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. إذن الإيمان شرط مهم هنا أخي الحبيب ليستجيب الله دعائك. الدعاء ليس مجرد ترديد كلمات مثل الببغاء. أنت لست آلة ميكانيكية، أنت تدعو إلها رحيما عظيما قادرا سبحانه وتعالى. إله يسمعك، إله سميع بصير قادر على كل شيء. تدعوه بأسمائه الحسنى فيستجيب لك. فأرجو من الأحبة الذين ضاق بهم الحال، يتعرض لأي مشكلة، أي كرب، أي هم، أي ضيق، أي مشكلة لا تجد لها حلا، ادعو بهذا الدعاء الذي تعهد نبينا عليه الصلاة والسلام أن يستجاب. لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم الوباء والبلاء والكرب، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.